احط هذا بالحمام بس احط بيبسي على مستحيل ريم ما تبكيش فجاه الثانية ما اقدر الله يخليك سدي الكاميرا لا. هاي حبايب قلبي كيفكم شو اخباركم ان شاء الله تكونوا تمام انا كتير 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 مشتقت لكم اليوم اليوم جعت لكم بمقلب اخت الشبل عمار هلا في الحمام يعني مش سامعني ابدا خليك جوا لخلص الفيديو لا خليك جوا بدي اخلص الفيديو او بعد ما خلصت الانترو خليك جوا فحعمل مقلب الحمل اضحك علي انا احب لهذا مقلب خراف انتو شو مرة حاضرين هيك مقلب؟ هتجيب لي شرينجات؟ ما بدي رينجات قوم تخبى جوا انت مش سامعني فحعمل مقلب اخت الشذب في العمار يعني انتو يعني خلانا صبر لك اتركني انتو بس تخيلوا شو يعني مقلب حمل يا الله شو بضحك حتموتوا من الضعق يعني انه شايفين هيك مقلب اصطناعي اكتر قصدي مهم اني رايحة هلأ على السوبر ماركت وبعد اشوفها بعد حابس حالي بالحمام حتى اخلص الانترو حروح اشتري شو بيك انت بديش ضو خبى قال انت معكش خبر فراح هلأ على السوبر ماركت راح اشتري هيدا تاعت الحمل عرفتوه حتى ادلق عليها بيبسي يطلع عليها شخص تاني قالوا انا فاجئه يا الله ييب بدي لكم خبرية حلوة انا بعد اسبوع حيرجع لي دفتر السواقة عاقبوني شهرين الله لا يوفق شهرين عاقبوني هلأ اخرة الشهر حيرجع لي الدفتر بس هذا مش موضوعنا تاكسي حيخدني يجيب مقلب الحمل اوكي حل عني باي اوكي وطلعت انا هلأ من البيت مثل ما قلت لكم حعمل المقلب وقادي بالتاكسي عم بسيئة قادي هو سيء قصدي مش انا لا مش عمار سائق تاكسي تاكسي سيء مقلب تبعيت الحمل؟ وقت صوتك انت هلا بيعرفوا انت معي زين يلا بيتك احكي اني لولا لا اسكت انت عامل حالك السيء هذا سيء التاكسي معي شو بحط على الحبل اللي يصير عندي شو حطين؟ انت فيك تحط شخطين كيف حط الشخطين؟ بقلم الحمرة اها اوكي مدام بمناسبة الوضع تبع العالم هالايام يمكن أنت تحتاجة إلى ماسكة قناعة شو قدامي؟ فضحنا كرمال هالمقلب فضحنا كل العالم سمعت أنه عم دور على مقلب على تعيط الحامل إذا أبوك شاف هذا المقطع ماذا رح يقول؟ الحمد لله ما بيحضرنا بقول عنا هبل هون تعال نشوف هذا هو شو عم باخد كل هاي؟ أوكي يا جماعة جبت هيدا فراحة على البيت رح زبط المقلب قد ما فيه ححط شخبتين وبعدين كنت لازم جيب قطع تياب بس يلا بجيب قطع لونا الكلب بتاعتنا حطهم قدامه قال هو حيصير بابا يا الله برجع بقول له مقلب صدمة اختك انت بعد خرب بيتك يلا امشوا A few moments later. اوكي وصلنا على البيت انا وعمار وهيدا مقلب الحمل جبناه مقلب الحمل هيدا الفحص الحمل جبناه هحطكم هون هلا لحتى افتحه انبوكسينج واو حبيت لازم نذكرها للشروق كل مره ما فينا مش بدمنا عم بهدي لي الرينج لايت عمار فحيكون مقلب ما بيفهم انتو شو توقعاتكم مو معامل في هذا المقلب قبل لعمار وسبحان الله يعني انه لا احنا سوينا مقلب الخيانة اخر مرة لا هو اللي عم نقلدهم هي صغيرة عاملة المقلب فيه لجوزها شي الف مرة نفسه مقلب الحامل وكل مرة بيسدد لا كل مرة ينسى فحارجع اعمله هلا انتو شو فكركم انتو شو فكركم قولي لهم رح يتفاجئ عمار ولا لا هي انتو شو رايك حيتفاجئ عمار ولا لا انا برايح ليش مخاف دابين انا هناك لا عادة هيك بيجي المفروض حط هذا بالحمام بس احط بيبسي على انا سمعت انه ممكن بيبسي بس هي رسمتها
جد؟ ما عندي قلم ارسمها. بس انا رح اصدق اي شيء يعني. اي خط. خليني بطلع بالبيبسي نشوف شو بصير. انت ليش مستعجل على المقلب يعني؟ بس حط البيبسي بجلاس عمود لا تخربين البطل كله. بدي اوفر انا. اوكي بنحط شوية بيبسي هون. نفتح بسرعة. قربوا تفضلوا معنا هون. اوكي بنعمل هيك. مفروض يعطي شحطتين. اذا ما عطى شحطتين مفروض ارسمهم. اوكي بعد عم بيعد اخونا. لازم ما كله ميض. الله يخليكم خلوا لاقي حطينا 12 دولار على هاي الشغلة. التيست هلا داخل شوي من البيبسي. مش عارف عشو بده يعد. فناطريني شوي ليعد ليبين الريزولت. يبين لي انتم متحمسين قدي على المقلب. انا بقولي خلونا لهم تشتركم بالقناة. انا يعني انه شو بدي لكم متحمسة مش عارفة شو بدي يكون ردة فعله يعني. حماس اختك. اذا متحمسين حطوا لايك. هحط لكم انس كمان. بس حطوا لايك وحطوا سبسكرايب وحطوا كومنتات وهيك. يخرب بيته. هذا مش حبلة لانه مرة البيبسي عبانة يبين حبلة. شو مكتوب؟ انت جرافيد؟ لازم اعمل شحطتين. لانه حطيت بيبسي. الله لا يوفقك يا ساهر منظر. ساهر منظر قال حطوا بيبسي ببين شحطتين لانه قال هو حبلة. فحطيت بيبسي ما بين شحطتين بين مش حبلة. نزعلت لي المقلب. هل لازم ارسم؟ اعمل هيك. اذا ما صدقت الله يعينك عمار. واسه شو مكتوب؟ خلينا نشوف. هلا مكتوب مش حبلة. هلا كتبت لك. هلا شفت؟ حامر. اوكي حامر. هسا كل شيء ضبط. هسا عمار وين؟ انت بالحمام. لا بالغرفة اللي بدي اشتغل اسوي المونتاج. شو حنقول اسمه؟ اي برنامج تعمل مونتاج؟ اي موفي. هون هيرت. فيش عندي تياب لولاد صغار. فهي قطعة لكلبتنا وهيدا اللعبة لكلبتنا وهيدا التيست مكتوب عليه حامل. شفتوا حطوا هون. اوكي انا راح هلا على غرفة عمار. راح على غرفة عمار نقزه. هاي حبيبي. كيفك؟ شو عم تسوي؟ سوي مونتاج. والله يا تشتي قاعدة بالمطعم. هذا الفيديو هذا الفيديو كلش حماسي. ايه عندي مفاجأة لك. يلا شوفوا. يلا تعال عندي مفاجأة. والله؟ ايه عمل حالك اهبط. عمل نفسك ميت. قصدي اهبط. ما فينا نستخشمهم للمتابعين. ايه عرفت؟ واحد يفكرهم هبل للمتابعين يعني ما عندوش حاجة. مونتاج جميل. اوكي حفاجئوا العمار. هلا انتم متحمسين؟ اذا متحمسين حطوا لايك. اوكي يلا. اول مفاجأة. شنو هالشغلة؟ اول مفاجأة شو هون؟ ملابس اطفال. ايه يعني لا دعمهم من الطفل. ايه مع لمين ممكن يكونوا؟ لتشربوا مالتنا يمكن. لا فكر بعد. عمل حالك ولا اولاد الجيران؟ اولاد الجيران. مين؟ اولاد الجيران. ايه اكيد جيبي دي اولاد الجيران. انا اول مفاجأة. اوكي غمض عيونك. غمض وعد فتح. مستحيل. اوكي وعد فتح. خليك مغمض. قولي والله مو مقلب. ها؟ قولي والله مو مقلب. لا مش عمليته فيك المقلب 1900 مرة. بس الله عايز تقولي مو مقلب. والله رح تزعليني. انت قلبك والله تزعليني. يا شو نحن يوتيوبرز وبالمقلب اكيد لا. طبعا. اوكي اوكي يلا انتوا جاهزين يا جماعة. اوكي غمض. غمضت. فتح. عم تمزح؟ لا لا بدي شاقين. لا مقلب؟ لا لا الله عليك ترى. لا هاي الورقة مكتوب عليها حامل. ايه هو بيجي من عربة سبحان الله. مستحيل. لا ليش مستحيل؟ هاي أول مفاجأة. أول مفاجأة. لا شو رأيك؟ خلاني أصور إيدي أطول. والله الضوء هنا مو زين. تعال شو رأيك؟ حروح. هيدا أول مفاجأة. رجع تفضل اقعد محلك. ايه ما دام روح لعمتي. تولم. عود. هي أول مفاجأة، أوكي؟ أنت جاهزة مفاجأة الثانية؟ ما أقدر. الله يخليك سدي الكاميرا. لا أنت جاهزة مفاجأة الثانية؟ مستحيل حالك. ليش جبت لك أنا شغلتين ومش شغلة واحدة؟ توأم؟ مات. ليش ماتت؟ ليش ماتت ولا؟ لا أم خلص.
خلص المقلب. شو رأيك؟ مستحيل. شو؟ ما تبكيش. أنا حلمي جرى أكون أب. الابن واحد صاروا اثنين. بس ده ترى مو ابن مداري ده يعني. طفل يعني لازم يكون ولد. ولدهم مو اثنين. ابكي. خلنا نصوري دي أطول. شو رأيك بالمفاجأة الثانية؟ كثير مبسوط؟ بس هما ثلاثة صح المفاجآت؟ ايه مشو عرفك؟ أم حاضر الفيديو قبلي ولا؟ عمول نفسك ميت. اوكي هي المفاجأة الثانية، هو ناطر الثالثة. اوكي انت جاهز؟ مستحيل ريم. كثير متأثر يقبرني كثير كثير كثير. اوكي؟ ريم بتعرف؟ هيدا حنسميه جعفر؟ وهي هيدي رح نسميها خديجة مقلوبة. اوكي بتعرف شو مفاجأة رقم ثلاثة؟ شنو؟ نتذكر المشهد كيف عملته. اعتقد ثالث شيء كان المقلب. هو ثالث شيء المقلب بس بدي اتذكر كيف كان صوته. لا هي كان ثالث شيء المقلب، بتقول له مقلب وبعدين تبلش تطبخ هي. انت جاهز مفاجأة رقم ثلاثة؟ بعدك مفاجأة؟ مستحيل. ما اقدر قلبي حسي شوفي. حسي نبضي هنا حسي هون قلبك. عفوا يا شغزة. مقلب. يا الله شو بتضحك. قولي والله مقلب. ايه مقلب. قولي والله. الله لا يوفقك. امشي منا. لك مش هيك عمل ضريق الزلمة. صدق؟ ولا عن جد؟ ايه على حالي. قولي والله. مقلب كل ليش؟ مقلب. انتوا قلتوا انه انتوا مصدقينا، عملوا حقكم مش لحن تكون حن. حاسب بالذنب، هيدا 10 مرة بعمل فيه المقلب وكثير حاسب بالذنب. كل مرة صدقك. كثير حاسب بالذنب أنا، يعني مش عارفة كم مرة صدق عيديت وكل مرة بصدقني من هبلك. ما مش عارف انت بتعرف ان احنا يوتيوبرز؟ نسيت. يعني لما فاجأتيني وقلت لي ثلاث مفاجآت نسيت اليوتيوب. مش عارفه كثير حاسه بالذنب، بس بعد شهر بدي ارجع عيده كمان مشاهدات. اذا هذا الفيديو كل ما اعمل فيلم مقلب بجيب مشاهدات، من بعد شهر بدي اعيده. اذا هذا الفيديو وصل 50,000 لايك راح نسوي بارت. يا الله. بس المرة انا راح اسوي المقلب بيه. اوكي. لا ما انت حاول؟ لا انسي. كتير زعلان انت، بعتذر منك انا يعني. خليك قاعد هون انا حجيب لك شغله، لو انت كتير زعلان. اوكي خليك قاعد هون انطرنا. ابكي شوي على الكاميرا. والله يا جماعه ما اعرف شلون اقول لكم، كل مره تقدر تخدعني وتقول لي انه هي حامل ويطلع مقلب. يعني حتى هاي شلون يعني سوتها هي شيء حقيقي. اوكي لانه انا كتير حاسه بالذنب فقررت اقطع له اناناس لعمار. فان شاء الله انا ناسي روقه، مع انه حيطلع كثير مصاري منه هالفيديو، بس هو كثير زعلان. وانا كنت اسوي مونتاج الفيديو بس نسيته، خلي لي هذا الفيديو بالاول. كنت لازم اصورك انا مقطعه، بس هي قطعتها امبارح للاسف. يلا ماشي حال. بعدك زعلان مني؟ لا. اقول ايش قد الفلوس تاعك؟ طبعا ماشي 1000 دولار. مني دمعي لباكر؟ تركوا بالقناة دقيقة، بأخذ لكم أنا زهنا بالأخير.